السر مدفون بثبات. ما بين نارك والحطب تقرب ليش خالة وصيلة يا أختي؟ تقدر تقولي بينها تقرب حال حد من أهلنا. باين من لبسش إنش ما من هنا، يعني ما من هذه الحارة. صحيح، أنا من السيح. عقب ما شفتوا المعلم جاي صوبكم هناك؟ ترى هو يعلم الصغيرين القرآن، ما شفتوا؟ كيف مات زوجها؟ الله يرحمه. من اللي قتله؟ رقية، خلينا من ذا الكلام. سير نسوي حرق القهوة. أنا أسير أدور المعلم من السوق، بيكون حصله هناك. ما تعالي، أنا جاية أزورش وأطمن عليش. ما جلسي، إن شاء الله ما تعودتي يوم طحتي في الفلك. دفرني ولد عقرب وشمر، كان يقتلني. سلامتش خالتي، سلامتش. هذه أمك؟ ربتني وكانت تحبني قبل لا تفقد عقلها بعد ما مات المعلم. انتي ليش تسألي واجد؟ خليها نجوى تسأل على راحتها. اسمحوا لي، أنا حبيتكم كأني أعرفكم من زمان. جلسي يا خالتي، جلسي واستريحي. جلسي جلسي يا خالتي. انت ايش اسمك يا طيبه؟ انا جواهر بنت حمود. هذه اختي نجوى بنت راشد، وانا رقيه بنت منصور. انت رقيه اخت سعيد؟ انت تعرفيها؟ اعرفها واعرف اخوها سعيد زين. أخوي سعيد، وأنت تتكلمي صدق؟ وين شفتيه؟ وأخوي عبد الله، أنت تعرفيهم؟ تكلمي يا طيبة ودليني عليهم، هم حيين حيين. بشري يا أختي، فالش طيب. أيوة أعرف سعيد زين، كان نفسي أشوفش وأعرفش. تعالي يا الغالية في حضني، تعالي. Thank you.
الحين فهمتني يا ولدي. المهم أريدك تراقبه وتسير وراه حيث ما يسير، وعينك تغفل عنه وتجيب لي أخباره أول بأول. أنا مستغرب إيش اللي خلاش تتغيري ناحية خالي بعد ما كنت تثقي فيه حتى أكثر من الوالد. هذا كله عشان مصلحتك يا ولدي، بس الظاهر خالك استوى طماع. المهم أخبرك بعدين، سير أنت تو وراقبه، تحذر على نفسك يا ولدي. ما شاء الله ما، بس تراني ناوي أطلع السيح، وأنتي عارفة محتاج فلوس. طلوع السيح هذه الأيام ماشي، المهم خلص المهمة اللي خبرتك عليها وبعدين يصير خير. زين يا أمي، اعتمدي على رجال يا أم سيف. زين يا حمد بنشوف. أظن أن عذرة هينة وينقص عليها. وهذه كل القصة للما وصلت عندك يا عمي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا شيء صار وإحنا في الحارة وما عندنا خبر، وكنا ندور عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى جثة أبوه حصلناه مخلايا داخل بيتكم. شفت الظلم يا سعود، حتى في أقرب الناس تصرف كذلك. الله يعينك أنت وأهل الحارة، كيف مستحملين الظلم طول هذه الفترة؟ يمين بالله أتمنى أروح أقطع شطفة شطفة وأخلص الناس من شره. لا يا محمد لا، أنا صاحب الموضوع وأنا اللي لازم أخذ حقي وحق أخوي وأهل الحارة. شوف مولاي، أنا مقدر حماسكم وشعوركم، لكن ما كل شيء يتعالج بالقوة، لابد نفكر بالعقل والتريث ونواجه المسمار بالأدلة والبراهين قبل لا نحكم عليه. نخلى أصحاب الحق يقرروا مصيرهم معه بنفسهم. تتكلم عن كل أهل الحارة، لكن الأشد والأمر من كذاك أخوه ولد أخوه. هذا ما خلى حال نفسه موطن حب وتقدير واحترام بين الناس. لا تشحمل ولا تسوي، كل شيء يتعالج بالحكمة. وهذا بعد كلام أبويا وتحسن. صحيح، وين عم محمود ما شفنا؟ عمك حمود ما ينخاف عليه يا ولدي، كل أهل الحارة جماعته وربعه. بس لازم يجي ويشاركنا الرأي. لازم يا عمي، عمي حمود رباني وعلمني وأنا مدين له بحياتي. خبرتني يا سعيد إنك تعلمت الطب في زنجبار. الطب والحساب وعلم الفلك. صحيح يا عمي، أنا جاي بطريقة جميلة في توزيع الفلك، بدل المشاكل سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. ما شاء الله ما شاء الله، وإيش بعد؟ ظاهر إن الخير راح يعم كل الحارة. سعيد الحين يحضر علاج من أعشاب متوفرة في الحارة، ويريد استغلها في علاج أمراض خطيرة. وبعدني أنا ناوي أفتح مصنع للفاغور، وأخلي أهل الحارة يستفيد من هذا العمل الجميل والمميز. وكل هذا إن شاء الله لما سعيد استرجع حقه وتعود الحقوق لأصحابه إن شاء الله. سيف، أنا وين يا ولدي؟ أشوفك مستعجل. أمي طرشتني في مهمة ولازم أنفذها وأرجع بسرعة. وإيش هذه المهمة المستعجلة؟ تعال يا ولد وكلمني، تعال. خلي أمي تكلمك عن الموضوع، لأن أنا ما أعرف إيش المغزى. طيب يا ولدي، أنت قول اللي تعرفه وخلي الباقي على أبوك. ما أدري، طلبت مني متابعة خطوات خالي حمد. خالك حمد؟ ليش يا ولد؟ ليش ما أعرف، طلبت مني هذا الموضوع وأنا رايح أنفذه. اسمع يا ولدي، إحنا لازم من الأول نعرف السالفة وبعدين أخبرك وين تروح، لأن المسألة فيها شيء أنا ما أعرفه. هروح ولا أرجع؟ شوف يا ولدي يا سيف، أنت ولدي الوحيد وكل أملاكي وثروتي لك أنت وأختك، ويعلم الله يا ولدي إني أنا ما حبيت حد غيرك في هذه الدنيا أبدا. أنا مقدر حبك يا أبوي. نعم يا ولدي، لكن بغيتك تكون شجاع ونشمي وغيور، وحان الوقت يا سيف إنك توقف مع أبوك وتسانده. أبوي أنا تحت أمرك. تعال يا ولدي، تعال علشان نبحث الأمر مع بعض.
ليش توقفتوا؟ ما لكم ما توصلوا المشي؟ ايه انت مجنون؟ ليش السؤال؟ دامني امشي معكم ايش اكون؟ كمان احنا، لكن احنا ما مجانين. عيل من ماكل قرقور؟ ايه ادخلك ذاك ولا ثاني اضربك بحصاه. شيمه شيمه ابوي ما اريد حد يكسر راسي بحصاه. انت ما تعرف انه هناك مكان المراضة وفيهم الاقدام وحبيشين؟ ايوه بعدين هذول عدوا الناس، بعدين تقطع صوابعك ويعطوك اكل في قبه. وين بيت الاقدام؟ هذاك. زين انت روح الحين. انا نروح. روح البيت. لا انت تروح مع المراضة عبود. ما تخليه انسحبه مع عم شعود. مي يسحب من انت؟ اي ما سحبك انت ان شاء الله حسن. خلا زين زين برجع معكم برجع. ايه ما شاء منه انسحبك يعني انسحبك وبنوديك البيت. انت مجنون ولا طراب حظا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زين زين برجع معكم والله ارجع معكم. خلا عقب يلا خلا بنا حسن. لا لا اخواني عايشين عايشين يا نجوى. اخواني عايشين الله اخيرا. اخواني عايشين يا نجوى. اخوي سيد اخوي سيد اشتقت لنا. واخوي الكبير عبد الله اه نفسي اشوفهم اليوم. نجوى الله يخليش قومي قومي نروح نشوف جواهر ونسال عن مكانهم. يا رقيه يا رقيه الوقت ليل والبنيه قالت تعرف سعيد وشافته ما جاب الطاري عبد الله. اكيد سعيد اكيد سعيد يعرف مكان عبد الله. زين انا اروح اخبر ابوي يدور عليهم ايش رايك؟ ها لا ما سمعتي جواهر تقول ان هذا سر وما لازم حد يعرف غيرنا؟ هذا شرطها الوحيد عشان تخبرنا عن مكان سعيد. عقب بكره نصير بيت خاله اصيله علشان نعرف اكثر عن اخوانك. وانا ايش اللي يصبرني لين باكر؟ انا اتمنى الصبح يكون تو تو يا نجوى تو. الله يفرحش فيهم دوم. يلا تصبحي على خير. على ايش تدور يا سعود؟ سعيد طلب مني شويه سخان وشويه اشياء اظنه انه باغي يصنع دواء على لدغه العقارب والثعابين. وكما انت عارف ان العقارب والثعابين منتشرات في البلاد واجد خاصه في ذي الفتره. اريد اسالك يا سعود ما شكيت في محمد وسعيد؟ ما شبهت عليهم ابدا؟ ما شكيت ابدا يا ولد حسن ما شكيت، لكن كنت اتذكر كلامك في الاول وبديت اتساءل يا ترى من هذا التاجر وايش قصته وليش تصرف كذاك؟ بس ما أسألك هذه الخطة مين سواها؟ طبعا سعيد بمشاورتنا كلنا واريدك تنشر بين الناس إنه التاجر الغريب جايب بضاعة من الهند ترى السفينة وإنه ناوي يبيعها حال الحارة وفوائدها حالهم، يعني اللي يدفع 5000 يحصل 10000 بعد شهر لما يبيعها. إنزين إيش المغزى من هذا الخبر؟ أتوصلك النتيجة بعدين. طبعا أنت تعرف إنه ما حد عنده فلوس غير حمد وراشد وهم أطمع الناس في الحارة. اها الحين فهمت عليك يا ولد حسن. الطمع يذهب ما جمل. اموال الناس لازم ترجع يا سعود سواء بالطيب ولا بالطيب. ولد حسن تاخرنا عن الجماعه يلا طفي السراج انا حد يشوفنا. اقفل الباب اول. يلا بسم الله يلا. بعدش ما راضي تخبريني ليش طرشتي سيف يتابع خاله؟ بس كذاك. لا لا ما يصير بس كذاك. انا مستعد اجيب لش حمد لحد عندش اساليه اي سؤال يخطر في بالش وما يقدر ما يجاوبش عليه. انت عارفه ايش يكون حمد عندي؟ راشد حمد مهما كان اخوي وما اريد حد يتدخل بيننا. وانا زوجش ومن حقي اعرف عن كل شيء يصير. راشد لا تجلس تطول في الكلام وحسن لك تغلق هذا الموضوع ولا تكلم فيه حد خاصة حمد وإلا ترى. طيب 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 خلينا نتفاهم في الموضوع. انت محتاجة شيء؟ ناقصني الشيء؟ تكلمي يا عدرا قولي.
يا رجال انا ما فيني بعرف حالك. الروضة جميلة يا ابوي، ما كذاك يا محمد؟ ها؟ ايش قصة جواها؟ محمد ما هذا كذاك سارح من سمعت ان ركية حصل الجواهر؟ لا يا ابوي، بس ما كان المفروض من جواهر انها تخبر رقية بانها تعرف سعيد. لازم نعطي سعيد خبر. سعيد يا ولدي تو عنده شغل واجته، مكابرة عم راشد ما سهلة، واحنا لازم كلنا نسهل له دربه وطريقه. انا فرحت لما شفت البنية، حسيت من عيونها انها مشتاقة تسمع شيء عن اخوها. هذا ابو خلاني اقولها اني اعرفه. عين العقل بو سويتي يا بنتي، هو الصح. بس كانت معها بنت عمها. من؟ نقوى؟ وانت كيف عرفت اسمها؟ سعيد كان يحكي لي عنها كثير وهم اطفال. يعني يا بنتي ماشي خوف من البنية ان تصير تخبر ابوها باللي سمعته منش؟ ما اعرف يا ابوي، بس باين عليهن صديقات، وهذا الشيء اللي خلاني فزعانة وفرحانة في نفس الوقت. وانت يا الوالد ايش سويت بمهمتك؟ كما اتفقنا جمعت كل الناس بو اعرفهم وفهمت مو هي الاشياء بو ماخذنها منهم راشد المسمار. انا عندي موعد باكر مع البنات في بيت الخالة اصيلة، شوفوا سعيد ايش المفروض اني اسوي. ان شاء الله، انا بترخص الحين وبنلتقي بعدين. بارك الله فيك ولدي، دامك الرحمن. خلي شوف هذا ال 20 وحدهم بابه زين، وهذا ال 20 بابه ايوه، وهذا ال غير ال 20 وحدهم بابه. هذول اللي جايات اول، هذا اللي جايات اول. نعم. الحين باقيات بابتين ان شاء الله الجماعه تو بيجيبوهم. بس زين نحرص انه من يجيبوه احنا بنحمل عاد مره واحده. بارك الله فيك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا نوخذه، كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله. ها كيف الامور معكم؟ والله نستعد للسفر ان شاء الله، وهذه المره حميد عزم يسافر معنا. يا ريت لو تمنحني هذه الفرصة يا نوخذة. والله أنا ما عندي مانع، بس موضوع السفر يأجل شوية لحد ما نطمن على ود حسن وجماعته، ما كذاك يا حميد؟ كلامك صحيح طال عمرك، احنا كلنا مستعدين نلبي ندى ود حسن، على الأقل نرد شيء من جمايل لأهل مدينتنا. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. عبد الرحيم. نعم طال عمرك. تعال باك شوية. بسم الله. ما يصير أنا محبوسنا، أريد دخلك يا جماعة الخير. لا تخليني أندمني خبرتك عن رقية. لا يا محمد لا، بس شوقي لها أنتوا ما حاسين فيه. لازم تفرح يا سعيد بوجود رقية وهي بخير وتسأل عنك. أحب أبشرك أن الخطة اكتملت، عمك حمود عرف كل إنسان له حق مع راشد المسمار، ومحمد اليوم هيروح الجذام مع ثاني ويتأكد منه عن كل شيء. وأنا إيش دوري؟ أجلس أشوف عليكم؟ انت اللي اهل الحارة مستبشرين فيه الخير. اصبر اصبر وتريث واستفيد من علمك، بتفيد باهل حارتك الطيبين. انت صاحب الدور الاساسي، اما نحن نهيئ الامور. من اليوم لازم نتحرك كلنا. عمك سعود بدأ يقرب اليد الاولى، حمد شمك راشد المسمار اللي ممكن نتعرف منه على اشياء كثيرة. المهم الشهود اللي كانوا مع التركبة يوم موت اخوي، اريد احاسبهم واحد واحد ويشهد ضد عمي. أهم رقية يا سعيد؟ لا طبعا. رقية أجمل شيء باقي في حياتي. سالفة رقية لا تستعجل عليها يا سعيد، أنا بخلي جواهر وسلمى يهدي الموضوع قبل لا تقابلها عشان لا تنصدم. يلا يا أبو عبد الله اليوم بدأ العمل، الله معنا كلنا. أقرأ يا جماعة الفاتحة على روح عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حاولت أتقرب من التاجر الغريب طال عمرك لكن سعود رفض. كيف يعني رفض؟ من متى في واحد مثل سعود يقول لا ويرفض؟ من متى؟ إيش هذا الكلام يا حمد؟ طال عمرك أنا ما بغيت أستخدم القوة مع سعود، لأني خفت هذا التاجر الغريب يطير من يدينا. بهذه الدرجة أنت متأمل الفايدة من هذا التاجر يا حمد؟ هذا كله علشان خاطرك وخاطر تجارتك طال عمرك،
واحنا احنا عمال عندك طال عمرك وخيرنا من خيرك. امورك احسها انها بدت تتغير يا حمد. كيف طال عمرك؟ انا طول عمري تحت امرك، ومن ايدك هذه لايدك هذه امرني امر. كلامك المعسول هو اللي يخليني ما اقدر اغلط عليك ابدا. اختك عذرة سلم عليك. الله يسلمها بالخير. قالت تريد الشيء؟ روح شوف شغلك، انا رايح البيت. ان شاء الله طال عمرك، ان شاء الله يا طال عمرك. تفضل. هل قرينا راشد راح يا حمد؟ 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 ماشي عمي حمد؟ ودر عنك هذه النعرة واسمع هذا الكلام اللي أقوله حالك. قول خير، إيش عندك؟ التاجر الغريب. التاجر الغريب؟ إيش عنده بعد؟ يقولوا سفينة التاجر بتوصل حارة الدويرة ومحملة بضاعة، وهو يقول اللي يعطيه 10 قروش ذهب بيرجح حاله بعد أسبوع 15 قرش. ما تشوفه جالس يوزع غوازي حسعود ورباعته متغانيين من وراه. أنت متأكد من هذا الكلام؟ طبعا. عجب هذه فرصتي. قلت شيء يا عمي؟ قلت هذه فرصتنا. فرصتنا عشان نزيد فلوسنا. ما دام إنه يوزع فلوس حال الناس ما غريبة عليه الربح السريع. زعقة و جماعة، الحاضر منكم يعلم الغايب. أي واحد محتاج منكم شيء باكر الملاقاة عند غاف اللمد، أوين سعود معطاي رزقة حالكم عند التاجر الهندي. سمعتوني جماعة؟ ما تحسون خلي نخبرهم. مخبر من جماعة هنا؟ سعود معطاي رزقة حالكم عند التاجر الهندي. هذا من السابق عبود. خلنا سوى ناسمع. واحد، اثنين، عشرة. خلنا باكر الملاقاة عند غاف اللمد. سعود معطاي رزقة حالكم عند التاجر الهندي. صحيح اني مذنب واعترف بالخطأ، وبدي هذه دفنت الولد اللي رب العالمين الحين حاسبني في دنياي. احسنت يا عم ثاني. واذا طلبنا منك الشهادة؟ حاضر، بشهد وبعترف وفي اي وقت تريدوني. ما تخاف من راشد؟ خوفي من رب العالمين اكبر. راشد ورباعته بعد ما أصابني المرض تركوني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أريد أبشرك أن صاحب الحق طبيب، والحين يحضر دواء عن هذا المرض الخبيث. أنا ما أستاهل إلا الموت. إذا في دواء قابل اللي داخل هم اللي يستاهلوه. إن الله غفور رحيم يا عم ثاني، إن الله غفور رحيم.
ان شاء الله ما مليتي. مو تقول يا ولد حسن انا امل؟ انا اصير من اشوفك انسى التعب والملل. باكر الصبح بتشوفي جواهر ختم محمد في بيت سعيد، ومهمتكم تهيئ رقية قبل لا تشوف اخوها. فراق طويل بين الأخوة، وإن شاء الله أموركم تصير زينة. الحمد لله إن سعيد ولد عاقل، وإحنا رايحين نولي المهمة، وبعد ما يتعرف على أخته ويحصد خيوط الشر نبقى نساندة من بعيد. يعني أنا باكر أشوف رقية وأسولف معها؟ أول شيء نجتمع في بيت سعيد ونحدد إيش نسوي. ما وصيك يا سلمى على رقية، تراها غالية علي. لا توصي حريصة يا ولد حسن، أصلاً أنا من عرفتك حبيتك، وحبيت كل الناس اللي تعرفهم وتعزهم. أحمدك يا رب بعد كل هذه السنين حد يجيب أخبار إخواني واطمن عليهم. أني بشوفهم قريب يا رب العالمين، اتوصلهم سالمين غانمين. آمين يا رب. دخلي يا نجوى، هذه دقاتش على الباب. ما قانينا فرحانة بالخبر السعيد. الله يبشرش بالخير إن شاء الله. أي خبر هذا اللي تكلمنا عنه؟ سيف تفضل. انا ما اريد حد يعزمني ببيتنا. ليش فرحانه وطائرات من الفرح؟ ايش مستوي؟ تكلم بسرعه. ليش ساكته؟ ايش الخبر اللي مفرحنك؟ انا اقول لك الصراحه وانت حرف اللي تسمعه. نجوى لا يا نجوى، هذا اخوي ما لازم نخبي عليه شيء. خبوه علي؟ تكلمي لا اعطيش كف يطيح دروسك. رقية وافقت تزوجك؟ نعم أنا أتزوج هذه الفقيرة المنتوفة؟ خليها تفكر بحد من عمال أبوي، هذا حدها. عيب الكلام اللي تقوله. أوه فكرت في شيء، أما ما عندك سالفة. زين الخطة اللي سويتيها، والله خفت إنك تقولي لي شيء. أنا مجنونة أعطي سري هذا؟ المهم بكرة نروح بيت خالة أصيلة، قصدي نشوف جواهر. حسبتك ما جاي تجيني مرة ثانية. أحب أقول لش إن راشد بدأ يدخله الشك من ناحيتنا. قصدك من ناحيتك؟ أنا ما علي كلام، لكن كلامش وتصرفاتش هي اللي نبهته. إيش الحدائق ذيك التصرفات؟ لا تخاف أنا أحرص منك، بس قول لي عاد الفلوس اللي مخبنهن عني كم وصل عددهن؟ سكتي سكتي لحد يسمعك. معلش تعالي تعالي. الخير كثير وما ينعد، بس لو عرف عنه هذا المسمار راح يأخذه عنه وما يبقي لنا شيء. وأنا أقول لك كل شيء ما أخبي عليش، بس أنتي لا تنسي الاتفاق اللي ما بيننا، والحين نقدر نوقف قدام هذا المسمار وعيلته، والكل يحسب لك ويحسب لي ألف حساب، لأن بنقولها ناقرة ويقال لي هنقرين حمد. أنت عارف زين يا حمد أنا عمري ما حبيت راشد، وضحيت بعمري وشبابي علشان انتقم منهم ونرجع صيتنا قدام الناس، بس عاد ما حسيت أنك نسيت الاتفاق وبديت تفكر في نفسك ونسيتني. أنا ما نسيتك يا عذرة، ما نسيتك، بس انشغلت بمشروعنا مع التاجر الغريب، وانت عارفة ان هذا المشروع يقرب لنا المسافات ويوصلنا حال هدفنا بأسرع وقت. كيف؟ أتعطيهم كل فلوسنا؟ تعالي جلسي، ومن تسمعي كلامي أتقولي دوك خذ زيادة ودي لهم. تعالي جلسي. كل
اللي صار أنا قلت لها بالتفصيل، والبنية كانت تموت من الفرحة ساعة ما عرفت بوجودك يا سعيد. لا تشيل هم يا أخوي يا سعيد، إن شاء الله أنا وجواهر بنروح نشوفه وبنجلس نسمعها، وربنا ربنا إن شاء الله يفرحك بلقائه. أنا أشكركم كلكم، لولاكم أنا ما أعرف إيش كنت أسوي. كنت خايف أتهور وأخرب كل شيء بسرعة وأستعجل. إحنا اللي لازم نقدم لك التحية على صبرك وتحملك يا سعيد. يا ولدي نهاية عمك كربت، وجا اليوم إن شاء الله اللي نقدر ننفذ وصية أبوك ونرجع حقوق أهل الحارة، لا ظالم ولا مظلوم. الله يلا يا جماعة، كل واحد يواصل طريقة، المهمة بعدها في أولها. سعيد نطلع أنا وأنت مشوار بالأول، وبعدها نلاقي البنات في بيت أصيلة. هذا الولد رجع لي الحياة مرة ثانية. غريبة يا ثاني، تعترف انك مذنب وانك متستر على جريمة وتقول لي رجعت لك الحياة مرة ثانية؟ يا صالح انا كنت خايف اموت ويموت سري معاي، لكن هذا الولد طلبني للشهادة، وبإذن الله راح اشهد بكل صدق واخلاص. وراح تعترف على نفسك؟ ما تخاف من العقاب يا ثاني؟ الله يبارك في حلالك، والله يشفي اولادك واهلك كلهم ان شاء الله. انا راضي بقضاء الله، والحين فهمتك. سمعت انه يدوروا علاج حل هالمرض. هذا المرض ما له علاج. الولد خبرني في طبيب متعلم زنجبار ويعرف كل شيء ويعالج من امراض كثيره. عسى خير يوم ما حالنا حال اولادنا. الماي عذبه حلو، ما يفلق حارتنا، ما شاعذب منه. شرب يا محمد شرب. الحمد لله. يا الله، ها ما خبرتني، حصلت علاج لمرض الأقدام؟ الدواء هذا راح يخفف عنهم الألم مبدئيا، لكن هيحتاج إلى جرعات كثيرة وكثيرة لين ما يتعافوا. بس رايحين يستفيدوا؟ إن شاء الله إذا اتبعت أنا تحضير الدواء صح. وإيش هالدواء اللي تهنبي أنا وأنت؟ هذا يقينا من شر العدوى، يعني ما علينا باس حتى لو حد اقترب منا. شوف هذا الرجال صاحب الحصان، تخبى يا محمد تخبى، هذا عم المسمار، أخاف يشوفنا شبه عليه. قم قم قم. أشوف إيش جالسة في المجلس، مو خلصت الشغل؟ الشغل البيت أخلصه بعدين، أنا ونجوى نريد نخرج. ما حد يخرج اليوم من البيت؟ لا عمتي أرجوش، إلا اليوم. وليش اليوم عاد بالذات؟ ها؟ قصدي إن اليوم، يعني اليوم قصدش ولا غيره؟ قلت أخرج من البيت ماشي، سمعتيني ولا لا؟ رقية، تأخرنا. نجوى، عمتي ما رضيت تخلينا نخرج اليوم. ما بس علشان وقفت ولا كلمة وقلت خروج من البيت ماشي. لكن احنا مستأذنات من ابوي. انا مسؤولة عنكن، ويلا سيري غرفتش وانتي كملي شغلش. ما
لا تكسرن كلامي وتخرقن، إن خرقت نقلب الدنيا فوق تحت. من شاف لي المعلم سوق مسك بأمس لابس خنجر الذهب وحدوب عيونه ترف. من شاف لي المعلم سوق. انتي متأكدة ان موعدهن اليوم؟ ايش فيش يا سلمى؟ تشككين في نفسي؟ لا لا انا ما قصدي يا اختي، بس هن تاخرن والظهر عاد جه وهن بعدهن ما وصلن. الله يستر، بس ايش نقول حال سعيد؟ خالتي انت تعرفي بيتهم رقيه؟ رقيه تحصليها في بيت عذروب وشمبر. يعني انت تعرفي بيتهم؟ في ايش تفكري يا سلمى؟ تو انت خليني اتاكد من البيت، لازم اليوم سعيد يفرح باخته. انا ما اروح بيتهم، هناك عذروه انا اكرهها. انزين يا خالتي تقدر تدلينا على البيت؟ انزين انت تدوري معي المعلم هين راح؟ ان شاء الله يا خالتي بندور معاش، بس نترقاش انش تدلينا على بيت رقيه. انزين ادليك من البيت. يا سعود زين تساعدنا وتخلينا نشوف التاجر شنهاز. التاجر شنهاز اتحصلوا يمشي ولا قال في السوق؟ روحوا كلموا. عمي حمد قصده انك تتوسط له عنده. ايش عندك يا حمد؟ انا تاكدت ان التاجر شنهاز معه خير وانه يحب يتاجر في الذهب، وان التجارة معه مضمونة وربحه مضمون. أكيد، والدليل إنه جالس يوزع فلوس لأهل الحارة ويساعدهم. وأنا مستعد أعطيه كل فروتي يتاجر فيها ويسلمني الربح لمدة حتى سنة كاملة. أقل من شهر يا حمد، أقل من شهر، والخيرات عند هذا التاجر تتوارث وكل الناس تعرفه. عجب، خلاص أجيب لك أنت الثروة وأنت تسلم وياه. ما أحسن تجلس معاه وتتفق بيوله. أنت رجال أمين يا سعود وكل الناس تعرفه، ما يحتاج. ما دوم أنتم مصرين كذاك، عقب خلق نشوف هذه الثروة اللي بو عندك ونوصل حال تاجر شنهاز. أهلا بالغاويات، افتح البراقة أريد أشوف المستور. تروم تروح من قدامي ولا تو أضربك بذي العصا ولد عذروب وشمبر؟ انتيوس ما كفتش الضربة الأولية؟ هاي انت استحي على وجهك، هذه كما حبوتك. هذا انت يا الخسيس يا النذل. انت تعرفين علشان تكلميني؟ اه لا 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 لا، أكلنا مختي. انت إذا ما خست عن دربنا تو بخبر عليك اهلنا وبيجي يؤدبوك ادب. ها يعني انتم ما من هذه الحاره؟ هذا الخسيس كان يطاردني في الصيح يا سلمى، عرفته زين. ما شوف رجال هني كلهم حريم واطفال. هي والله صحيح، زين مو نسوي الحين؟ روح نسأل عنهم. هم ما يقربوا من حد، يكلموا الناس من بعيد عشان ما يعدوهم. احنا ما شي فايده، لازم نقرب. يا ولد تعال تعال شوي تعال. كلموني من بعيد. تعال يا ولد لا تخاف، الله كريم. لا هلا خبرونا ما نقرب من حد، ايش تريدوا؟ انت تعال قرب، احنا ماخذين احتياطنا من العدوى وداهنين جسمنا بدواء ضد انتقال المرض. ايش تريدوا؟ بسرعة قبل لا امي تضربني. لين كذاك انتوا خايفين تعدي الناس بمرضكم؟ اكيد حاسين بالالم والمعاناة،
وما يحب يؤذي الناس. قوله بسرعة. وين الشايب ثاني؟ راح مع أبوي يجيبوا أكل. دوك هذا الدواء يدهن منه وخلي جميع المرضى يدهن منه. زين؟ إيش هذا؟ هذا دواء يخفف عنكم آلام المرض. نجلس ننتظره هنا لحد ما يجي. أنت طبعاً تعرف شكله. أكيد. وأطلع من بين مليون شخص. يلا أحسن أنت. ما شاء الله هذه فلوس كثيرة يا حمد، من وين جايبينهن؟ يعني التاجر الغريب هيقدر يستثمرهن وينميهن. التاجر شنهاز عند أكثر من هذه الفلوس باقي، لكن أنا كنت أريد أسألك من وين جبت هذه الفلوس كلها؟ هذه تعب سنين طويلة مع راشد المسمار يا سعود. غير أنه يشتري أموال الناس ويبيعهن بزور وبهتان. ياسر، إيش هذا الكلام؟ اسمح لي، سعود ما غريب عن الحالة. أقول حمد، إذا شيء بعد عنده غيري جيبهن. خلاص، أنا أروح أخبر أختي عذراء وأخليها تجيب صيغتها وفلوسها. رأي زين يا حمج المسمار، رأي زين. عقب عقل في الموضوع. وإنت يا ياسر ما عندك شيء تجيبه؟ عندي وايد الحمد لله من خير عمي حمد وهنقرينا راشد. الحين أروح أجيبهن. توكل. وأنا أنتظركم عند غافل لبن. يلا خلاص، ما بنتأخر. يلا. النخيل. خذ فلوسك، الورقة تغمح والموضوع ما يسري على أموالك لأن المدة انتهت. بس هذا ظلم. بس كت ولم لسانك يا قليل الأدب. وإذا كان هذا التاجر عطاك فلوس علشان ترجع أموالك فما يقدر يعطيك الحق في المدة المنقضية. قلب وجهك، ما أبغى أشوف وجهك. بسك يا راشد. حسن، انت في الحاره؟